نزوح منذ عامين وأوضاع معيشية صعبة لم تستسلم لها أم غفران، بل كانت دافعا لها للبحث عن عمل تعيل من خلاله أسرتها. اليوتيوب كان النافذة التي لجأت إليها أم غفران لتتعلم مهنة تتناسب مع ظروفها، حيث تمكنت بعد أسابيع من المتابعة والتطبيق العملي من تعلم صناعة المزهريات والمجسمات باستخدام الإسمنت. كنا عم نتفرج على اليوتيوب، طلعت معي هاي شغلة المزهريات، شغلة الشمينت والأسمنت. اشتغلنا فيها، يعني شغل متطلبات مثل مزهريات، مثل مجسمات، مثل بحرات، يعني أي شيء بنشوفه هيك بيعجبنا بنشتغله. المواد المطلوبة تشمينتو، رمل، دهان، مناشف، ألعاب منجسمها ومنحطها جنب مزهريات وبنشتغلها. رحلة التعلم هذه خاضتها أم غفران بالتعاون مع شقيقتها والتي تقطن في ذات المخيم. تتشارك الأختان في تحضير المواد الأولية اللازمة وتتقاسمان الأدوار في إنتاج مزهريات ومجسمات فنية بأشكال وأحجام مختلفة حسب الطلب، كما بدأت الأختان بإنتاج دمى للأطفال. ساحة المخيم تسورت بمنتجاتهن حتى باتت كمعرض يشد أنظار قاطني المخيم وضيوفهم. هذا الشغل يعني اشتغلته وقعدني الصبايا والنسوان يشوفنه، يعني وحبيني يتعلمني هاي الشغلة، وأنا حابة يعني أنه أعلمهن، يعني كونه بتصير أنه مصلحة وباب رزق، يعني وبتمنى أنه شغلي يعني ينشهر أكثر من هيك وحدا يجي يشتري من هذا الشغل. ما في تسويق عندي هون مخيم، يعني بحب أني يكوني مثلا بمدينة أو في ضيعة مثلا أنه حدا يشوفنا على السواء، لأنه قاعدين في مخيم كتير بعيد. تجربة أم غفران وشقيقتها في تحدي الظروف الصعبة عززت روح المبادرة لدى سيدات المخيم وحفزت بعضهن على طلب تعلم هذه المهنة. ويبقى تأمين المواد الأولية اللازمة لهذه المهنة وتسويق المنتجات في المدن والبلدات المجاورة هو العائق الوحيد أمامهن. الإصرار على التعلم وتطوير المهارات والاعتماد على الذات هي أبرز أسباب نجاح السيدات هنا وتغلبهن على ظروف النزوح من خلال اكتساب مهنة جديدة. من مخيمات الشيخ بحر بريف إدلب، منصور صبرا، حلب اليوم.